صباح خير. صباح النور. ميس نادي قالت لي ان حضرتك عايزاني. كنت عايزه اتكلم مع حضرتك شويه. تحت امرك. احنا عارفين ان في مشاكل اسريه، بس الموضوع بدا ياثر على نادين. من كام يوم كانت سرحانه خالص في الفصل. سالتها انت سرحانه في ايه؟ ردت وقالت لي معلش يا مس انا عندي مشاكل. يا عيني يا بنتي. مش ده بس. في ايه تاني؟ امبارح كان في امتحان. جابت نمرة وحش اكيد. حاجة أهم من كده بكتير. نادين فاتن أمل حربي. القعدة الحلوة دي بقى النهاردة على شرفك انت يا تونة يا قمر يا نصيرة المرأة. ستي نصيرة مرأة ايه بس؟ ده انا ببات في مركز. يا ستي ولا يهمك، عايزانا نعمل لك جروب، نعمل لك صفحة، نطلع لك لايف، كل اللي انت عايزاه. وبقول لك ايه، لو في يوم ما عرفتيش تجيب البنات قولي لنا واحنا نجيبهم ونرجعهم لك لحد باب البيت. بقول لك ما عنديش بيت، انا بايتة في مركز. دي مش عزومة يا تونة، احنا اتفقنا خلاص. بجد والله مش عارفة اقول لك ايه. بصي بقى، انت ان شاء الله باذن الله لما تكسبي القضيه ضد الاحوال الشخصيه انا بقى هرفع قضيه على قانون العمل. انت خليتيها كذبت خلاص، ده عشان ابليس في الجنه. معلش يا تونة والنبي ما تزعلي مني، بس الحدوته بتاعتك دي طقان بقه هترسي على ما فيش. انا عارفه، بس انا هفضل عافي، مش عشان ابقى نصيره مرأة ولا حاجه، عشان اعرف اجيب حق بناتي ومحدش يعرف ياخدهم مني. بس انا مش فاهمه، انت عايزه ترفعي قضيه على قانون العمل ليه؟ انت مهندسه وبتشتغلي في شركه خاصه. مدير يا ستي مستقصدني، بيرمي عليا بقى الشغل الصعب بتاع دراسات الجدوى والكلام من ده، ولو شغل رسي على المكتب بتاعنا يروح مديه لمهندس زميلي هو اللي ينفذه. مش فاهمه. يعني راجل بقى يقسم معاه المكسب بالنص بالنص، ديرتي ورك يعني، ويروح باصص لي وقايل لي اصل انت واحده صاحبه عيال وما ينفعش تنزلي تروحي موقع. لما عرف ان انا بعمل ماجستير في جامعه القاهره في التخصص بتاعي، يعني هفيد بيه الشغل، بدل ما يقول لي برافو عليكي يعلي لي مرتبي العره ده، يروح قايل لي انا نفسي افهم انت بتجيبي الوقت ده كله منين. الله يكون في عون جوزك اللي مستحمل طموحك ده كله. يعني الواحده اللي عايزه تشتغل وتترقى يعني المفروض تعمل ايه؟ مش فاهمه. بقول لكم ايه، قضيه احنا نفرح بتونا الاول وهي خارجه كده ونزفها كده من المحكمه منصوره باذن الله، وبعدين نبقى نفكر فيك انت. احنا نجيب العيال بقى كده ونعمل بيهم عرض كاراتيه راقص قدام باب المحكمه.